الله المستعان. الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. الله المستعان. إلا قسم الله عز وجل. الله المستعان. وقال يا عبيد ما صنعت من أهل السنة، فإن والله لن يغني عني منه شيء سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. أسأل الله أن يبارك في حياتك يا شيخنا، وأن يبارك في عمرك، وأن يبارك فيما أعطاك الله من علم. أمين أمين. جزاك الله خير. ما أدري نواصل أو نكتفي بهذا يا شيخنا. والله يا شيخ نكتفي بهذا، بارك الله. الله يجزاك خير، بارك الله. وادعوني وادعوني. أسأل الله أن يبارك في حياتك. والله الذي حاجة إلى الدعاء من الرجال والنساء. الله المستعان. الذين يحبون الهدى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض لهم انتزاعا ينتزعه رسل الرجال، ولكن يقبض العلم لموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فرده من البخاري في صحيحه وجماعة عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالمقصود أن طريق النجاة